السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي البنات في قناة أمياس المتنوعة مع فيديو جديد. إن شاء الله اليوم بغيت نوريكم بعض الصالونات المغربية. الصالون المغربي غني عن التعريف، كيمتاز بواحد الأناقة، واحد الدقة، واحد التناسق في الألوان. كاين هناك ألوان فاتحة وألوان ترابية وأيضا الألوان الداكنة، كل واحد كيفاش كيبغي الصالون ديالو أنه يكون. لذلك جبت لكم بعض المقتطفات او لا بعض الانواع ديال الصالونات والطلامات وكذلك النوع ديال الخشب. كنتمنى البنات انكم تبقاو حتى الاخير باش تشوفوا هاد الاشكال اللي جبت لكم، وما تنسونيش بلي لايك، واللي يعجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر الجرس. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. مولاي صلي وسلم دايما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله، والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle.